هاي ملك، هاي شا، كيفنا اليوم؟ الحمد لله. شو اليوم عنا حصة طيبة وحلوة من المطبخ العربي الأصيل؟ اليوم عن المطبخ الموريتاني اللي كمان هو مطبخ عربي. من المطابخ اللي يعني نعتبرها بعيدة عن البلد العربية، بس هو إن هي بلد عربي بعيدة عن المنطقة التجمع البلد العربية، صارت 200 ميلة من أفريقيا. مزبوط. بس مطبخ كتير غني، غني بالأسماك، غني باللحوم. ما ننسى انه كمان الموريتانيا هي بالاجمال بلد صحراوي، فتخيلي قد ايه في طعمات من البهارات من السبايسز اللي بيستعملوهم كله على شيلو. والاكيد ما تنسي التاثر بالبلاد المجاوره. مزبوط. اليوم حنعمل ثلاث طبخات مع عمل حلو، لانه الحلو الموجود بموريتانيا هو بيرتكز اكثر شيء على الفواكه، يعني بطيخ، شمام، اما اشياء المعموله بالحليب، لانه اكيد ما ننسى عندهم كثير حليب بالاكل تبعهم. فقررت اعمل ثلاث طبخات. حنلاحظ بالطبخات انه مثلا السمك اللي حنعملها هي موجوده ب موريتانيا، بس موجوده كمان بالسنغال اللي هي عندهم حدود معهم. فبتلاقي هذا هو التاثر المطابخ اللي حولهم. مأثرين بالمطبخ اللبناني، عندهم شاورما كثير حلو، اخذينا اكيد من جيلات لبنانيه، يمكن اللي عايشه هناك او عايشه بالسنغال. مظبوط. بتاثرين كثير بالحدود بالاكل مع المغرب. كمان بتلاقي عندهم طاجين وكسكس، بس تقريبا هن من البلاد اللي بياكلوا كسكس وبياكلوا رز. اوكي. بوجباتهم هيدي الكسكس جاي من المغرب العربي، الرز جاي من السنغال وبلاد افريقيا الوسطى.